السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا المقطع هذا نوريكم واحد الأمر. دائما احنا في مسألة ديال الحواميض خاصة اللي كانت سيزون والحساسية ديالو. نوريكم واحد الأمر دابا. هذه الشجرة أنا خدام، مازال خدام، يعني كنقاد الأمور كاملة، ولكن واحد الأمر عثرت عليه بغيت نوريه لكم. لاحظوا معايا هذا الفرع منكسر، تكسر هذا الفرع هذا وبقى مده، لان شوفوا حتى يبس ما تزالش من هاد القطعه هذه جات دخلت البكتيريا، يعني مع امطار وكذا يعني دخلت البكتيريا لهاد الفرع هذا. شنو خرج؟ كيف كتلاحظوا شكل عسل، العسل الصمغ كيسمى. وهاد التصمغ بالنسبة للحواميض كيرجع إلى عدة عوامل. أولها العامل الأول هو ناتج عن البكتيريا أولا اليرقات ديال الحشرة. هاد الحشرة كتدخل حافر الجذع بحال حافر الساق، كتدخل كتوضع سبحان الله العظيم البيضة ديالها أو اليرقات ديالها هنايا، والشجرة سبحان الله العظيم كتكون بحال الثقب. لاحظوا معايا الثقب، الشجره باش كتحمي نفسها كتخرج هذا الصمغ على اساس تعطي اشاره للمزارع في نفس الوقت بان راه الجذع يعاني سبحان الله العظيم حكمه كانه تتكلم معك. وفي نفس الوقت هذا العسل كيحاول يسد الثقب، على الاقل يحميها شيئا ما من اعداء خارجيه. وهذا الصمغ يعني كما قلت لكم عنده بزاف الحوايج اللي كيساهموا فيه، وان شاء الله غادي نبقى نذكر لكم حاجه بحاجه. المهم اول حاجه اللي بالعين المجرد اللي لاحظته دابا هي هذا الفرع منكسر، دخلت البكتيريا عبر هذا الفرع لانه خاصو يتقطع. خاصو يتقطع، راه قطع ان شاء الله، خاصو يتقطع وخاصو يداوى. سيتقطع من شوف لاحظ يعني منكسر قديم، تكسر قديم وما تحيدش. هذا اما راجع للرياح ولا في الغالب غيكون الرياح، وطبعا انتم عارفين يعني مع الامطار هذا المشكل. اذا نحاولوا نديروا له الدواء. شنو هو هذا الدواء؟ كناخذ شيئا ما من الجير وكبريتات النحاس، كنخلطهم مع بعضهم وكنحاول نديرو على شكل ماستيك. انا ان شاء الله غنوري لكم. كناخذو كبريتات النحاس كما قلت لكم والجير، يعني كميه على حسب شحال عدد الاشجار اللي عندك انت. الا كانت عندك شجره وحده كدير تحاول دير يعني كاس من الجير الحي، جير الحي كاس من الجير الحي وملعقتين من كبريتات النحاس، وتمزجهم تخلي الجير الحي حتى يعني يذوب، وتخلطه مع كبريتات النحاس جيدا، واللي عبارة عندك عن كأنه ماستيك. ماستيك هذا ضد جميع الأمراض الفطرية. لهذا كيف كتلاحظوا الآن دابا غادي هذا الفرع كامل غادي نداووه. هاد كبريتات النحاس كداوي الأمراض الفطرية، في نفس الوقت حتى الحشرة مع الجير وكذا، الحشر اللي لداخل كذلك تهي ان شاء الله تودع. كما قلت لكم هذه شجرة الحواميض خاصة هذه اللي كاتر سيزون، وكل شيء الحواميض كيعانيو من هذا المشكل هذا، ولكن اللي كاتر سيزون يجب على المزارع يعني ان يحتاط من هذه الامور هذا وينتبه جيدا. مثلا هذا التقليم هذا كيف كتلاحظوا التقليم هنا، هذا شوف كلهم حشرات دخلت هنا، الحشرة وشوف عملتها شكل صوف باش تحمي نفسها في هذا البرد، يعني ذكاء غير عادي، ذكاء غير عادي سبحان الله. لهذا نحاولوا نتوها هكذا. وانا مازال ان شاء الله كما قلت لكم بالنسبة للتقليم نقوم بإزالة هذا، إزالة هذا، إزالة هذا. طبعا ملي كنقلم كنعمل هذا احسن من الماستيك،
على المساله ديال الماستيك. الماستيك اللي كيتباع اللي شفت هنا، هناك انواع ديال الماستيك، ولكن الذي ينصح به الذي على شكل شمع هو داير الثمن يعني غالي شويه. اما الماستيك الاحمر حذاري حذاري من اللي استعملته، وفيه ماده خطيره كتاثر على الغرز، لهذا راه هذاك الصباغه ديال البيوت. وكاين الغش، وكاين يعني الغش والتحرميات كما كيقولوا. اللي ما انتبهش راه هذاك الماستيك الاحمر عباره عن صباغه ديال البيوت، وفيه فيها ليسانس وفيها كذا، وهذيك خطيره جدا على الغرز. لهذا اللي بغى يحتاط يشري، ما يشريش القطران، يشري ماستيك خاص، ماستيك خاص وثمن ديالو زايد، ماستيك خاص، او يستعمل محلول بوردو كما هذا. لما عندكش محلول بوردو كما قلت لكم، وهذا يكفي ان شاء الله. انتبهوا جيدا الاخوه المزارعين على هذا الامر ديال الماستيك، راه شيء بسيط يأثر على الشجر، كان عندك جرح من الجروح ودرتي ليه انت لصيد، كبيت عليه لصيد، كيف يكون الجسد ديالك؟ امر يجب ان تنتبهوا اليه. المهم ان شاء الله احنا مواصلين، واي حاجه لقيتها غنوريها لكم في هذا الفيديو ان شاء الله. غنحاول نوريكم الاخطاء الكثيره اللي كتنتج عن سوء التقليم والعواقب ديالها. كيف كتلاحظوا يعني الشجره نقص العناصر كلها، لا الصغيره ولا الكبيره. يعني احنا خارجين دابا يعني من فصل الشتاء، دخلنا فصل الربيع، اذا احنا كنسند. نرجعوا للموضوع ديالنا اللي هو التقليم. هذه تقطعات ماشي في المكان اللي خاصها تقطع منه، خاصها تقطع من هنا، تقطعت شويه الفوق. شنو وقع؟ وقع تعفن، وقع تعفن. انا غنوريكم دابا التعفن شحال دخل في الغصن في الفرع، وشنو العواقب اللي ممكن ينتج عليه. انا ان شاء الله غنجيب السجاي ونحاول نقطعه ونشوفوا مدى الوصول ديال. اذا المقص هو هذا، شوف قطعتك الطرف، ولكن المرض مازال داخل، التعفن مازال داخل. اذا اشنو الحل اللي خاصني نعمل؟ خاصني نقوم باجتتات هذا الفرع كله باش نحاول نحيد المرض من الاصل ديالو. اذا قطعناها هكذا مائله حتى لا طاح الماء يعني يطيح، ولكن انا غنعمل اللي قلت لك معجون ديال كبريتات النحاس والجير، لانه هو اللي غادي يحمي. نرجعوا للفرع اللي هو هذا، الفرع راه هو هذا. انا باش نوصل لكم يعني الفكره بشكل جيد، شفتي شفتوا يعني تمت غادا داخله في الفرع. الى ما انتبهش للمزارع يوم بعد يوم، يوم بعد يوم، شهور سنوات، دخل لك وزارة فرع رئيسي وغيمشي لك المرض، يدخل الجذع ديال الشجره كاملا وتضيع منك الشجره ديالك. لهذا يجب الانتباه. اذا كنقوموا كما قلت لكم محلول بوردو هكذا، انتهى الامر، كنحمي الشجره ديالي. علاش حنا عملنا هذا رغم ان في الاعلى؟ لان بعض المرات كيكون الفرع ماشي الاعلى، كتحاول انت كتنقص منه او شيء من هذا القبيل وكتخليه يعني لما صوتيش ليه تقطيعها مزيان كيوقع مشكل. لهذا الانسان دائما يكون معاه محلول البوردو كبريتات النحاس باش يحمي الشجره ديالو من التعفن ويقضي على البكتيريا، وفي نفس الوقت التقليم يكون كما قلت لكم يعني في المكان ديالو، ما يكونش عالي، ماشي يقطع فوق، يقطع في الكعبه كيف كنسميو حنا الكعبه، تحيد تزال. يلا السلام عليكم.